النشرة الرياضية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. حقق المنتخب البرازيلي فوزه الثالث على التوالي في بطولة كأس القارات بعدما تفوق في الجولة الأخيرة على المنتخب الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين. وشهدت المباراة تألق المهاجم الشاب نيمار الذي تمكن من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب والثالث في البطولة وساهم بشكل كبير في فوز منتخب بلاده. وبهذا الفوز رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة. من جهتها اختتمت المكسيك مشاركتها في كأس القارات بفوز معنوي على المنتخب الياباني بهدفين مقابل هدف واحد. وانتظر خافيير هرنانديز مهاجم مانشستر يونايتد حتى الشوط الثاني ليسجل الهدف الأول لمنتخب بلاده قبل أن يتمكن من إضافة الهدف الثاني منتصف الشوط. في أخبار اللاعبين، أعلن نادي كورنثيانز البرازيلي عن تلقيه عرضا من توتنهام الإنجليزي لضم لاعبه باولينو ولاعب وسط المنتخب البرازيلي. وأكد اللاعب على تلقيه العرض مؤكدا بأنه سيقوم بدراسة الاقتراح بعد اكتمال مشاركته مع المنتخب في بطولة كأس القارات. أعلن المنتخب الإيطالي عن غياب ظهيره الأيمن أباتي عن باقي مباريات بطولة كأس القارات بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكتف. وتعرض اللاعب للإصابة بعد تدخل عنيف من المهاجم البرازيلي نيمار خلال اللقاء الأخير، ما أجبره على مغادرة الميدان بعد نصف ساعة من بداية اللقاء. أخيرا، ذكر تقرير إخباري أن نادي ريال مدريد الإسباني سيدفع مبلغ 4.5 مليون لباريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وبين التقرير أن الفريق الملكي سيدفع 8 ملايين يورو كراتب شهري لأنشيلوتي. نهاية النشرة الرياضية، شكرا على طيب المتابعة، تحية طيبة وإلى اللقاء.